احمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخبنا الوطني، بنقول مباراه جيده استفاد منها منتخب مصر، استفاد منها منتخب الاردن، فريق الاردن فريق قوي، ايضا فريق ليبيا هتبقى مباراه قويه. اعتقد ان في افاده النهارده كبيره لمنتخب مصر. اكيد طبعا، زي ما انت قلت فرقه الاردن فرقه منظمه بشكل جيد جدا، واحنا استفدنا النهارده زي ما انت قلت بمجموعه لاعبين برضو جديده شفناهم على في قدام عينينا، شفناهم قبل كده في مباراه الدوري واثبتوا فعلا ان هم لعيبه يستحقوا يكونوا موجودين في المنتخب. النهارده فعلا تمرينه قويه جدا 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 واستفاده كويسه جدا جدا، وزي ما شفت الشوط الثاني تقريبا وان سايد جيم، ضيعنا فرص كتير كان ممكن النتيجه تبقى احسن من كده، لكن المهم في المباريات اللي زي دي ان احنا برضو نشوف حاجات عايزين نشوفها، عايز نشوف اخطاء تكتيكيه، نشوف حاجات نشتغل عليها بعد كده. طبعا احنا ما عندناش وقت كتير، بيبقى عندنا 3 4 ايام، مهم في المباريات اللي زي دي نشوف الحاجات اللي احنا ايه بندور عليها يعني. فضلت دافع بالشريف اكرامي في المباراه دي وريحت الشناوي مع وجود المهدي ومحمد الشناوي. اكيد اكيد شريف حارس كبير ادى مباراه كويسه الحمد لله، والمباراه اللي جايه ان شاء الله تدفع بالشناوي. الاخيره دي بسيطه؟ لا بسيطه، كانت بسيطه الحمد لله. شايف رؤيتك ايه المباراه القادمه، او والجهاز الفني خارج متضايق زعلان؟ لا مش متضايق ولا حاجه، لا مش متضايق طبعا. الكلام اللي اكده كابتن، لا لا، والنتيجه طبعا متضايقين على النتيجه، لكن طبعا مبسوطين جدا من كتير من اللعيبه في الملعب وجهدهم وروحهم وادائهم العالي الشوط الثاني. ان شاء الله المباراه الجايه برضه نتحقق الهدف منها ونستفاد منها برضه بشكل جيد ان شاء الله يا كابتن احمد. ان شاء الله، شكرا. كابتن سيف، ده كان الكابتن احمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخبنا الوطني. عوده